خير التقويم لو أحببتني أمحو فصولا أو أضيف فصولا. في عندنا مواهب رائعة طبعا، خاصة في برنامج The Voice. حقيقة الحمد لله أن الفريق اللي معي واللي مع الأستاذ صابر، اللي مع الأستاذ عاصي، مع ست شيرين، رائعين الكل يعني. وهذا يخلق جو المنافسة، وهذا أيضا يخلق عند الجمهور أنه متعة أكثر، أنه الكل عندهم قوة في التيم اللي معاهم، في الفريق اللي معاهم. عندي مجموعة أصوات رائعة جدا طبعا، في الأصوات الحلوة، في الأصوات الأحلى، وفي أصوات رائعة طبعا موجودة. أكيد إذا أتكلم عن فريقي أنا، يعني عندي أصوات أنا فخور جدا فيها، وفي أصوات عندها خبرة في 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 هذا البرنامج، في أصوات إجوا هم عندهم خبرة أساسا يعني، وفي أصوات اللي أنا اختارتهم، قسم منهم اختاريت أنا متقصد إنه أنا أختار اللي ما عندهم خبرة أساسا ولا يعرفوا كيف يوظفوا الصوت اللي معاهم. فكان عندي في جواي تحدي انه ان اعمل معاهم اكثر، حتى في سبيل اعلمهم سر هذه الموهبه العظيمه، انه كيف توظفها بشكلها الصحيح. يعني احنا دائما نقول اذا احسنت تربيه الصوت فيعطيك اللي تريده من عنده. أخاف التعلق فيك، التوحد فيك، التورط فيك. عندي قصيدة حلوة نغنيها أنا معاك دويت، وهذا كلام وعدك إذا أنت حبيتي، يعني هذا مش آخر الدنيا الاشتراك. وعرضت القسم من عندهم أنه أعطيهم أغاني، وعرضت الصوت الجميل وسام من تونس، وعرضتها أنه أنا أعطيها أغنية وأغني معاها دويتو، وأنا عد وعدي إن شاء الله حنفذ الهيا، لأن هي من الأصوات الجميلة، وأدين شخصيتها حلوة جدا، واللي وعدتهم راح أكون معاهم ملتزم إن شاء الله بوعدي. صوتك كثير حلو. تحكي عربي ولا ما تحكي عربي؟ نحكي تونسي. تحكي تونسي؟ عربي. إيه أنا أحكي معك لغة فصحى. هكا نفهم فيك. هكا هو. هكاكا؟ هكاكا. هكاكا أوكي. فرحانة ولا؟ وي جو سوي تري كونتونت. بس ما عندنا شعر. بوكو 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 بوكو. شو أضافت هالتجربة للأستاذ كاظم كونه بعضو لجنة حكام؟ قديش رح تأثر فعلا على إنتاجاتك القادمة؟ لا هو خلتني إنه أخرج للناس أكثر، يعني أنا كنت في فترة إنه قبل هذا البرنامج في فترة إنه شبه منعزل عن الناس، وبدأت تكبر عندي الحالة. فهذا البرنامج شجعني أن أنزل أكثر مع الناس، أن أكون أن أسترجع ذكرياتي أنه كيف بدأت وكيف تقدمت للجنة. فكل واحد أول حلقات كنت كثير متشنج، يعني كنت كثير سترس، كنت أحس أنه نفسي أنا على المسرح، وفعلا أنا كنت أحس نفسي على المسرح من كانوا يتقدموا على المسرح، كنت أنا منفعل أكثر من عندهم. تحية كاظم. هو برنامج ترفيهي للناس وإظهار المواهب. أعتقد إحنا والشباب اللي معايا، الأساتذة اللي معايا، أنه نساهم حتى نعطي الجو الجميل اللي هو أنه اللغط الآن اللي موجود بين الناس، معناها نجاح البرنامج. أشوفك وين يا مهاجر، قل بأي بلد صاير، قل بأي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر، فراقك مو سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي. في أصوات عراقية رائعة بس ما تقدموا للبرنامج للأسف، ما قدموا للبرنامج. ما يعني أنا كنت حريص إنه في البرامج الأخرى لو أنا كنت موجود أو ما كنت موجود، فبس كان نصيحتي إنه أن يروحوا لمكانات فيها مطربين عراقيين في أصوات أكثر من رائعة. يعني حتى قلت للجنة اللي موجودة في الMBC، قلت لهم إذا يتطلب من عندي أنا دز فريق يعني حتى يجيبوا لكم الأصوات اللي هذا، حتى لو ما كنت موجود في السنة القادمة في البرنامج. كان حلم حياتي أما الآن الأصوات اللي موجودة اللي معايا، في موجود معايا صوت راني بسيط هو، ولكن ما عنده الخبرة أنه كيف يوظف هذا الصوت. بدنا نحاول جهد إمكاننا أنه نعطيه أشياء تمارين معينة. وفي أيضا صوت مع صابر قصي من الأصوات الجميلة أيضا، إن شاء الله حيكون له مستقبل رائع إن شاء الله. خيرت كيف أختار بين الموت على الصدر أو فوق دفاتر أشعاري، خيرت كيف أختاري بين الموت على الصدر أو فوق دفاتر أشعاري. شو الرياضات اللي بيمارسها عادة كاظم الساهر؟ أنا دائما عندي الكارديو، الجري، السباحة، بعض مرات الجمناستيك شوية، ما كثير يعني لعمري، شوية بادي بيلدينج، شوية ما كثير خفيف يعني، بس المهم حتى أبقى بجود شيء، إنه أحافظ على صحتي يعني. على المسرح مرات نقف على المسرح 3 ساعات غناء، فلازم يكون عندك لياقة أكثر على المسرح، يكون عندك قوة إنه حتى تتحملي، خاصة أداء القصائد اللي أديها صعبة جدا. يعني رائع، أكثر من رائع. ولو تجينا على التليفون كل الصور هي مسيطرة عليها، الفيديوهات الدزولية كلها مسيطرة عليها هي حفيدتي، الحديث لما نتكلم وهذا هي مسيطرة على حديثي. أنا لا أرقص في الحب على 50 حفلة، لا ولا أشتو على قلبي مطاري. أنا يعجبني الرسم، أنا أرسم شوية على قد حالي، وأنا أعمل سكابتشر، أعمل تماثيل يعني في الطين، أعمل في عندي هذا يعني، على ماني محترف وإنما هواية على قد حالي مثل ما قلت. فيسعدني لما أشوف، شوفي مثلا الساهر مجموعة الكراسي، هذه هي مجموعة كراسي قديمة، وهذا بس كيف عمل تشكيلة من عندها وعمل يعني. أنا كثير أستمتع بهذا الشيء، وحتى قلت لهم هذا راح أنقله أوديه على المزرعة يعني، هاي الطريقة هذه. هذا اللون عليكي جدني يشبه لون عيونك، نظرات العالم ما تطمن، أحذر لا يحسدونك.